بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. النهاردة جاي أتكلم معاكم في موضوع مهم جدا جدا وخطير. الناس اللي بتتعامل على الفيسبوك أو على اليوتيوب عشان تزود أرباح أو تزود متابعين أو مشتركين أو حتى تزود ساعات المشاهدة بعد الشروط الكبيرة قوي والصعبة اللي عملتها يوتيوب وفيسبوك. طيب النهاردة بيجي واحد يقول لك أنا ممكن أزود لك مشتركين وممكن أزود لك متابعين وأحقق لك 4000 ساعة مشاهدة وال1000 مشترك. في ناس فعلا بتعرف تعمل الخدمات دي كويس جدا عن طريق جوجل ادورد، تمام، وفي ناس عندها مشتركين وفي ناس عندها جروبات كبيره بتعرف تعمل الكلام ده، لكن برضك في النص وانت ماشي بتقابل ناس نصابه، واحد جاي يعمل عليك مصلحه ويجري ويقول لك مش هتفرق معاك بقى في 100 ولا في 50. لكن لو انتوا 1000 واحد وقعتوا في طريق النصاب ده وكل واحد حول له 50 جنيه هو كسب 50000 جنيه من وراه وهو قاعد وما قدملكش اي خدمه. طب الحل ايه بقى علشان ما نقعش مع النصابين دول؟ انا هقول لك على الحل. صلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. الاول كده ما تتعاملش مع حد ما تعرفوش من غير رقم القومي. يعني انا هاجي اقول لك عايز متابعين او عايز مشتركين، حول لي 100 جنيه على رقم فودافون كاش. طبعا فودافون كاش مش هتعرف توصل له في اي مكان في الدنيا، لكن لو انت اتعاملت معايا على رقم القومي او على اسمي في مكتب البريد طبعا انت هتعرف توصل للانسان ده بكل سهوله وبكل دقه، لان الخدمه هنا بتبقى محترمه. ومش هنختلف كتير، ال1000 بياخدوا عليها 10 جنيه، يعني الموضوع مش صعب. اللي يقول لك حول لي فلوس على فودافون كاش وانت ما بتعرفوش، تعامل معاه عن طريق البريد المصري، قول له انا هعمل لك حواله بريديه على رقمك القومي وعلى اسمك بالكامل. وسيبك بقى من الناس اللي تقول لك اصل انا بصحى بالليل، اصل انا مكتب البريد بعيد عني. مفيش مكتب بريد بعيد عن اي حد، البريد النهارده وصل كل القرى وكل النجوع. اللي يقول لك كده يبقى بينصب عليك. لو هتتعامل بفلوس كبيره يبقى تتعامل عن طريق البريد بس، لا وسيط ولا غيره. حضرتك هتبعت لي رقمك القومي وانا هبعت لك الفلوس وهبعت لك الورقه اللي بتقول ان انا حولت لك على رقمك القومي واسمك، غير كده ما تتعاملش. اتمنى ان انا اكون فدتكم النهارده بالفيديو، واتمنى ان محدش يتنصب عليه، لان ناس كتير قوي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بتشتكي من القصه دي.